السلام عليكم، مرحبا أحبتي. يعني موضوعنا اليوم أو فيديو اليوم يعني طريقة تشغيل الريسبتور على دي في دي بورتابل. قمت بفتح هذا الدي في دي لكي لا أطيل في الفيديو. سوف أقوم بوضع الريسبتور داخل هذا الدي في دي، يعني لكي نقوم بتركيب به يعني الصحون مثلا. ونحتاج هذا التونير على هذا الشكل، يعني وبعض الأسلاك. اولا سوف اقوم بفتح الدي في دي. اصلا قمت بنزع البراغي سابقا لكي لا اطيل في الفيديو. سوف ننزع هذا لن نحتاجه. هذا الشكل. ونقوم بنزع ايضا هذا التونير الخاص ب تي ان تي، لان نريد ان نشغل عليه جهاز الاستقبال فقط. مثلا على هذا الشكل نضعه هنا هكذا. سوف أقوم بتثبيت هذا التونير هنا على هذا الشكل. يعني من يوجد عنده يعني باتري يمكن أن يشغل به هذا باتري خاص ب 12 فولت، أن يشغل به هذا الدي في دي والريسبتور في نفس الوقت. سوف نضعه على هذا الشكل. هنا مكان افي هذا الفيش ومكان افي هنا، يعني قمت سابقا بالقياس ومعرفة مكان الصوت ومكان الار دي ومكان الصورة. سوف اقوم بتوصيله. هنا مكان الصوت وهنا أيضا. الآن سوف أقوم بتركيب هذه الأسلاك. يعني هنا مكان الصوت، هذا أيضا الصوت، والثالث خاص بالصورة هو، وهذا أرضي نضعه في أي مكان خاص بأرضي. سوف أضعه هنا كي يكون قريب منه هكذا. هذا أرضي سوف أضعه في مكان أرضي على هذا الشكل. هذا خاص بالصورة، سوف أضعه مكان الصورة هنا، مكان الصورة في الدي في دي هنا. وهذا المكان الباقي يعني جوج أمكنة خاص بالصوت، أضع واحد هنا وأضع آخر هنا. على هذا الشكل سوف نقوم بالتجريب ونرى أولا هل سوف تظهر الصورة أم لا، ونتمم
عملية. سوف نرى. أضع الواجهة، نضع 12 فولت، نقوم بتشغيل الدي في دي، نختار الفي، يعني كما تلاحظون يعني الآن يعني يظهر جهاز الاستقبال في الدي في دي. سوف أقوم بإطفائه ونقوم بتثبيت كل شيء في مكانه. سوف أقوم بتثبيت الجهاز هنا في هذا المكان، فأقوم بتثبيته على هذا الشكل، يعني سوف أضع اللصاق هكذا. لكي لا يتحرك، ونضع أيضا قليل هنا. سوف أقوم بتوصيل هذا التونيل يعني الأرضي مع الأرضي، وخروج الإشارة مع خروج الإشارة هنا. يعني أحاول ما أمكن أن لا أطيل في الفيديو. يعني الآن سوف أقوم بتوصيل مكان التونير، يعني هنا أرضي، هنا مكان خاص بالفولت الإشارة أو السينيال. يعني أحاول ما أمكن أن لا أطيل في الفيديو، لأن هناك ما لا يريد أن يكون الفيديو طويلا. نضع أرضي وكذا، نقوم بتوصيله على هذا الشكل، ومكان الإشارة هكذا. على هذا الشكل سوف أقوم بتجربتي ونرى الصوت والصورة إن شاء الله. يعني الآن سوف أجرب بالإشارة لكي لا أطيل في الفيديو. يعني الطريقة سهلة، فأقوم بتوصيل الإشارة على هذا الشكل، وأقوم بتشغيل الدي في دي. أختار أفي، هو أفي، أختار نيسات لأن ليس عندي أسطرة. يعني كما تلاحظون يعني الآن شغال. سوف نتمم شرحنا الآن. يعني سوف أقوم بثقب هنا، يعني سوف أقوم بثقب هنا وهنا، وأقوم بإدخال فيش الواجهة هنا، وأضع مكان دخول الفولت هنا. سوف أقوم بنزع من جهاز استقبال ميني مثل هذا وأضعه هنا، وأقوم بغلق الجهاز وسوف يشتغل عادي. من لديه يعني البطارية يمكن أن يقوم بتوصيلها هنا مكان دخول الفولت الخاص بهذا الدي في دي، ومكان دخول الفولت الخاص بجهاز الاستقبال، وسوف يقوم بتشغيله. يعني الآن قمت بإدخال الواجهة هنا ووضع مكان 12 فولت هنا. سوف نقوم بالتجريب الآن، يعني هذه هي النتيجة الأخيرة. سأقوم بتوصيل جهاز الاستقبال ب 12 فولت من هنا، ونقوم بتشغيل الدي في دي.
نختار الفي، أو الآن سوف أقوم بتوصيله بكابل الإشارة. يعني هذه هي النتيجة الأخيرة، يعني شغال ممتاز. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو على الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.